كتقول هذا الصوت ما خفيش عليا هذا الصوت كيفاش؟ وتمتمك تعيط هي جات قلت لها هذا السيد علاش كيعيط لك؟ واش بينك وبينه؟ قالت لي لا انا ودرت راسها بانها كتعيط له. قالت لي لا راه قطع عليا وكذا منا. وصلها في الطوموبيل قال لها واش انت واش عندك شي مرا شي واش مجوزها ولا مطلقه ولا هذه؟ قالت له شوف انا عندي الاولاد وما مجوزهاش راه عندي واحد وعندي خويا في الدار انا. قالت له بانني انا خوها فهمت؟ انا بغيت نخرج عندي واحد الانسان واحد السيد. السلام عليكم، بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الناس الاوفياء ديال هذا البرنامج وبلا شك انه تيعجبك. ما تنساش انك تخلي جيم وكومونتير وبارطاج. وبالنسبه للناس اللي عاد جاوا جداد وغيكتشفوا هذا البرنامج هذا مرحبا بكم معنا في العائله ديالنا، وان شاء الله هذه العائله تزيد تكبر وما بقى لنا والو باش نوصلوا جوج المليون. اللي مازال ما مشاركش يشارك، وعلى الاقل خليونا غير المدينه ديالكم باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه عزيزه لهذا البرنامج هذا. السلام عليكم. انا واحد الانسان غادي قلت لك راه 10 سنين ما شفت الزنقه كي دايره. ها 10 سنين ما شفت الزنقه كي دايره. 10 سنين ما شفتش الزنقه؟ اييه ويلي الصوت ديالو صوتو كان مزيان الاخوان، الصوت ديال احمد مزيان عافاك اللي كان مزيان كلشي كتب بلسانك ساكن. 10 سنين 10 سنين خرجت منها نقول تقريبا شهرين، هذوك الشهرين باش نمشي ندير التحليلات ومره مره كنمشي نقعد في الجرده في الكرسي صافي هادشي اللي كان شي رقم. كنتمنى نخرج كي العيد كي الصيف كي غير هاد الصيف تقريبا هاد 3 شهور تاع الصيف خرجت منها جوج مرات اللي خرجت منها صافي. وانا 10 سنين كنت ألم بالآلام 10 سنين تاع حريق. ويلي هاي بلاتي واخا انا رقد خليك الصوت خويا بلاتي عين ما تهضرش في السماء ما يبانش صوتك عافاك ان شاء الله. احمد فريمون شوقتيني للقصه ديالك، شوقتيني نعرف عرفتي نسمع عرفتي شنو هي واحد غير انا يقول لنا 10 سنين ما خرجتش. هيا تفضل اخويا. انا واحد السيد تفضل اخويا. انا واحد السيد تزاديت علاقه غير شرعيه ما عمري شفت الوالد ديالي ونهار اللي كبرت شوية بقيت نشوف الناس عندهم الوالد كتجيني هاديك الغيرة وكتجي كنقول شوف سبحان الله الناس عندهم الوالد ديالهم وانا ما عنديش. وحتى الوالدة ديالي كما نقولوا ما كانش هداك الحنان ما كانش هداك الشيء، حيت انا تزاديت كتزاديت تربيت مع جدة ديالي وخالتي اللي تربيت معهم. ايوا الحمد لله كبرنا وبديت نقرا حتى من القرايه ما كانش عندي الزهر فيها سبحان الله. كنت كنبغي نقرا كنت باغي نقرا بزاف، القرايه كانت عزيزه عليا. وكي وصلت السادس ابتدائي سبحان الله جاني واحد الابتلاء. الناس كتفوت الامتحان مع ديك الصباح، انا فوت الحمد لله الامتحان ديالي مزيان العشيه باش نفوت، حيت الامتحان عندنا الصباح العربيه والعشيه الفرنسي. وكي فوت العشيه باش نفوت الفرنسي ديالي سبحان الله ربي ابتلاني جاني واحد الحرق في الكرش ديالي. الالم تتصور شنو هو هذا الالم اللي جاني؟ حيت كنمشي دوت القوانين ديال المصرانة الزايدة طرطقات لي لداخل. إيوا الحمد لله ربي عطاني واحد الروح جديدة، درت الأوبيراسيو والحمد لله هادشي توليت مزيان. هاديك خرجت من القراية صافي كيخلاك سقطوني من القراية ديالي صافي مكدبش عليك باش نكمل القرايه ديالي. درت تكوين نتاع النجاره
الحمد لله ديتو في 99 1999 ديت الدبلوم، ولكن انت هكذا ما خدمتش فيه. خدمت تقريبا شي شهرين عند واحد الانسان صافي ما بقاش خدام، مراها الحمد لله مرة خدام مرة ما خدامش، كل مرة ورزقه فين كيجي. يا هذيك والحمد لله درت. أنا واحد الإنسان كما نقوله كي كان دير راسي في حاجة كان بغي نوصلها نوصلها كما كانت. خدمت ودرت درت البيرمي ديالي ديال تاع اللوطو، ومن البيرمي تاع اللوطو ديالي عاوتاني خدمت ودرت البيرمي ديال الكاميون. وهنا باش وقعت القصة ديالي مع واحد السيدة تعرفت عليها، كنت في كنت أنا والصديق ديالي كانت تمشيو، وقال لي شوف راه كنت كي تبعتها كي تبعتها هكذا سلام لاباس بخير. لقيت عندها واحد قالت لي شوف أنا يا ما كذبش عليك، قالت أنا يا راه وقع لي زدت لي واحد البنية غير شرعية. هي هذيك قلت لها شوفي انا يا انا نفس القصه ديالك، ولكن انا ما غادي نصحبك ما حتى شي حاجه، انا غادي نعطيك الكلمه خليني نفوت واحد الشهر ديالي شهر نفوت البيرمي ديالي وان شاء الله نجي عندك ونتزوج بك بسنه الله ورسوله. ويا ديك الحمد لله قبيله اتصل في التليفون انا وياها اليوم غدا اليوم غدا الحمد لله كملت البيرمي ديالي. خديته كما نقولوا الخميس الجمعة مشيت لعندها عند باها، تقدمت لها قلت لها عجبتني بنتك هي هذيك، وقلتها لخالتي وقلتها الوالدة ديالي وقلتها الحنة، ولكن حاجة واحدة اللي ما قلتها لهمش ما قلت لهمش ما قلت لهم ما عندهاش البنت، يعني عاد بنت ما عمرها حيت هذاك اللاش كان صغيرة كانت عندها شي 19 عام، كانت عندي 25 عام في هذاك اللاش. ايوا الحمد لله عطيتها واحد الوعد وفيت بهذاك الوعد وتزوجت بها على سنة الله ورسوله. هي هذيك قالت لي أنا عندي واحد البيت تكون معايا مع نسابي، قلت لها ما نسمع والديها، قلت لها ما عليش هذي نسكنه ولكن نخدمه ومن بعد إن شاء الله نشوفه تحنا المستقبل ديالنا. هي هذيك مشيت سكنت معهم تقريبا شي عامين وأنا ساكن معهم، كان بزاف حيت عندها الوالد ديالها عمرها سرع، ولكن عندها ما من هذوك النوع سبحان الله كتموت على المادة، أمها بزاف إنسانة شريرة بهذا المنطق، ما كتعرفش الرحمة كتعرف ما بينها بين الله، كان وقع مشاكل بزاف. أنا هي هذيك خدمت كنت خدام خدمت واحد الشركة تاع البيس كنت كونترول تاع البيس، ولكن كنت خدام ماشي كما نقولو رسمي غير عشوائي. أنا خدمت الحمد لله وفاتت الأيام وجات الأيام قدر الله خرجنا من هذيك الدار مشينا كرينا هي مشات خدمات وأنا خدمت، كنا نتعاونوا للزمان أنا وياها الحمد لله تعاوننا زادنا واحد الوليد زكي زادنا ذاك الوليد ربينا كبار مسكين كنمشي نخدم انا وهي كتمشي تخدم والولد كيكون عند حنا. يا هذيك الحمد لله ربي سخرنا او تاني وقع لي واحد المشكل هذاك من تما باش بدلت حياتي من الأسوأ. انا ريت كما نقولوا داروا لنا داك بارت السوفي ديال الخدمه صافي، قالوا لنا ما تزيدوش تخدموا صافي، بديت نبيع ونشري
ما خصكش الريض الخدمة، لا خصك تخدم. واحد المرة كنت خدمت في واحد المدينة بعيدة على المدينة ديالنا اللي حنا ساكن فيها، تقريبا شي 60 كيلومتر كيما هكذا. خطرة وحدة كتجيني مكالمة ديك جوا الساعة، أمها اللي عيطات لي كتقول لي أرواح ضروري خصك تجي. قلت لها شنو كاين؟ قالت لي كيما راك تقول ضروري خصك تجي، راه جاو الدادين عندنا واحد المرأة هي وبنتها. قلت لها علاش زعما؟ قالت لي راه لقاو المرأة ديالك مع 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 الراجل مع راجلها. اه هادي مالي عيطات لك؟ ما عيطت لي. ايه قلت لها كيفاش هادشي ما يمكنش؟ وانا ما نكذبش عليك تصدمت. قالت لي دابا شد الكار وروح. يا هذيك مشيت شديت الكار قطعت على التيكيه نتاع الورقه ومشيت. وكتعيط لي المراه ديالي كتصوني عليا كتقول لي محمد ما تيقهمش راه ما كيكذبوا عليك بغاو يفرقونا هذوك. انا نمشي راك شنو كنمشي للخدمه حيت كتخدم ميناج، كنت خدم في هذيك الوقيته الميناج كنمشي للخدمه. قلت لها شوفي انا ما كنت حتى شي حاجه تشوف بعيني، هذا هو الغلط اللي درته. كنت انا حاجه ما كنشوفها الطريق كامل وهي كتهضر معايا. وصلت للمدينه اللي ساكن فيها، شديت الطريق شديت الطاكسي ومشيت للدار. لقيت امها ولقيت هذيك المراه ولقيت ومعها بنتها. حليت الباب ودخلتهم على الفضيحه نتاع الحومه كارث. ودخلت بهذيك الدخله كانت واحد القرعه تاع كوفيتير كانت فوق الطابله، هزاتها البنت ديالها وضربها مع الحد بدها تزكي. مرة المرة ديالك فيها لا تركنا لقينا معها هربها غير رجليها خرجت عريانة تجري. قلت لها كيفاش فاك تقولي؟ قلت لك راك تسمع. أنا ما كذبش عليك عينيا تغمض وما حس ما عرفش واش ندير. أمها كتزقي كتقولي واه ولدي بنتي كدير هاد الشي، روح طلقها والولد ديالك أنا نقبضو لك. كيفاش نطلق؟ ومراتك فين؟ المرأة ديالي كانت في الخدمة خدامة. هي كانت خدامة هي هذيك. قلت لهم كيفاش ما يمكنش؟ وكانت واحد الأيامات قبل كانت جابت واحد البلازم واحد التلفازة صغيرة وشافوها عندي في الدار، قالوا لي هذه راه ديالي راه عطاها لها با اللي عطاها لها. قلت لي شوف انت تبارك الله الطاولة والزين وكتمنى، وهي كتمشي مع واحد شيباني مجلد ما كتحشمش المرأة ديالي حشومة هادشي اللي دارته. قلت لها لا ما يمكنش هادشي اللي كنسمع بحال شي واحد ضربني بالصفعة على الوجه. هي هذيك مهم باش امها باش تساعدني باش نمشيو نبلعو عليهم الباب ونمشيو انا نمشي ندير شكايه للبوليس ويجيو هاد الناس تهجموا علينا ولا هادي. عاد زادت معاهم هي امهم هزات التلفازه ومشاو خرجوا. انا بقيت مصدومه غير في بلاصتي. دابا في الدار ديال داك السيد ولا الدار ديال لا الدار اللي كنت ساكن فيها انا؟ لا كنت الدار كنت ساكن فيها انا كنت كاري ديك لا 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 هذيك خرجت هذيك الوقيته خرجت كريت واحد البيت وكوزينه انا والمراه. هي هذيك باش تساعدني النسيبه ديال ما ساعدتنيش، خلاتني كيما هكذا مصدوم غير بوحدي. ومشات معاهم هي مشات معاهم. خليني نقول كيفاش. هي هذيك سبحان الله ما فهمتش شنو وقع لي هذاك النهار. صدمت. جات العشية المرأة وبقات تبكي قالت لي محمد. قلت لها شوفي أنا ما نتيق حتى واحد فيهم، أنا إلا نتيق أنت إلا شت بعينيا عاد نتيق. هي هذيك وبقيت ديما نوصلها حتى الخدمة ديالها حيت علاش كنت خايفة يتعرضوا لها وخايفة هكذا من عماد. وكان وصلها حتى الخدمة ديالها وكان خرج معاها ومع ذلك. شنو قالت لك
شنو قالت لك هي العذر اللي عطاتك؟ قالت لك لا انا راكش في الخدمه. شنو لا قالت لي؟ لا قالت لي لا انا كتشوفني مع السته مع السته كنخرج مع الخدمه وكنمشي. قلت لها هي هي كانت تمشي مع الخمسة ونص. هما قالوا كي جاوا عندي قالوا لي المره ديالك راه ما عندك جوايا الخمسة ومسكين هذاك راه كانت معنا كانت عندنا في الدار وجرينا عليها يرجع لي اليوم اللي يربوها ما عليناش. ومورا بعدك الصدمه موراها بشهر تما تبدلت حياتي للأسوأ. مرت واحد المرضى بعيد عليك لله محمد رسول الله. بقيت نتبوع السلوكه بقيت نتبوع كنتمشى كنحبو باش نحشك نوصل للطواليت باش نتبوع. الحراره بقات توصل لي 40 درجه حيت نط لي واحد الحبات تحت المخرج ديالي حاروا فيها الاطباء. ابسي قالوا لي ابسي هذيك. كنت نوزن 90 كيلو حتى وليت نوزن 40 كيلو هي هذيك. دخلوني الطبيب داروا لي السكانير تاع الاطباء لقاو لي عندي الميكروب. انا مجيت الحجر ديالي هكذا كيغلي واحد الميكروب ما عرفوش مناش جاني هذاك الشيء حتى انا ما عرفتش ما فهمتش يا ديك. الحمد لله دخلت ركدوني في واحد الصاله. الصباح جا عندهم الطبيب قال لهم هذا السيد ما يعيش راه جوجدوا له الكفين ديالو راه هذاك الشيء راه فات له كاع في الاخر. وداروا وبالليل هودوني للبلوك وداروا لي العمليه الاولى وداروا لي العمليه الجوجة والثاني. والحمد لله ربي كيبغي يطول العمر وكيبغي يعطي واحد الروح للانسان حيت الله هو اللي في يدو كلشي ما الاطباء غير سبب. والحمد لله ربي عطاني واحد الحياه جديده. نط الحمد لله من المرض ديالي وبديت نخدم وتزادت لي واحد البنت او الثاني واحد البنيه ما شاء الله. ومن هذيك الوقيته من تزادت لي البنيه تما باش شدني المرض اللي راني فيه حد الان هادي 10 سنين. 10 سنين والمرض كياكل فيا في العظام ديالي حد الان مازال ما عرفوا شنو هو السبب. المرأة وش كيقولوا لي هو المرأة ديالي تعرفت على واحد السيدة في السبيطار كتعرفت عليها في السبيطار تايا بعد عليك فيها الكونسرت على البزولة وبقت تعاود لها عليا قالت لها راه انا عندي الراجل عندي مريض وهذه وقالت لها راه نمشيو نشوفوه في سبيل الله. وكانت عندها وتايا كانت مجوجة ايوا جات للدار عندي شافوني وشافني الراجل ديالها وسلم عليا وقدا منا. قلت له انا ما كنخرج ما كندير حتى شي حاجه غير الدار ما عندي لا خوت ما عندي خواتات ما عندي حتى شي حاجه. قال لي شوف انا اخوك انا غادي نبقى نخرجك ان شاء الله ربي يخصك خير ونوقف معاك وان شاء الله يكون خير. عطاني النمره ديالو وبدا اتصال مقابلتنا اتصال انا وياه. المشكلة الغلط الجاوج عاوتاني اللي خاص الانسان ما خصوش يديرو ما خصوش يدخل البراني ما خصوش يدير الثقه ما خصوش يديرها في اي واحد حيت انا هذا درته كي الاخ ديالي ولكن طعني في ظهري لا هو ولا المراه ديالي طعنوني. كيفاش حيت كانت بيناتهم علاقه هاي كانت تخوني معاه. كيفاش عرفتيها؟ كنت باش عرفتها السيدة تبدلت عليا 100%. هي ما كانتش تعرفوه من قبل حتى عرفته ما كانتش تعرفتي عليه حتى انت لا حيت هي المرة ديالي خدامة في السبيطار وتعرفت على هذه المرة حيت هذيك المرة كتجي السبيطار كتعالج تعرفوا كيف من بعضياتهم كتعرفوا بعضياتهم. المهم دخلت راجل وراجلها حتى هو تعرف عليك ولكن واجهت تعرف عليا ولا تيجي ولكن
يوميا ولا يجي كما هذاك الفان صغير تحكو تلقى حدايا السيد ما فهمتش حيت هو جزار فهمت وفي عيد كيبيع الحواله وكذا من هذه وما كتبش كان يعيد لنا واحد ثلاث مرات هذا العيد حيت اربع سنين وانا يا كما نقولوا عينيا محمد سبحان الله هما اربع سنين هما كيديروا هذاك الشيء مرضي حيت انا مشكله مريض ما كنتقعدش دير كما ديك الحجره كتحطها ما كتقعدش كما يهزنيش شي حد ولا يحركني شي حد ما نتحركش شلل كلي في شلل عندي لا عندي واحد الماده ناقصه عندي الفوسفور ما تقدرش تحرك وما عندي مشكله كي كنكون قاعد كما راني كنهضر معاك راه ما فيا لا حرق لا والو وغير نتحرك غنبدي نبوجي باش نتحرك كينوض فيا الحريق تاع الدنيا والدين الحريق ما تصورش شنو هو هذاك الحريق ما كيريتش نعيا نشرب الكناية نعيا أي حاجة أنا اللي يختش فيا ما كنزكي مانقدرش واحد يختش فيا كيما هكا حيت العظام ديالي ولاو كتر من هشاشة العظام فهمتك أيه واخا كمل لي كي درتي عرف شي كيدير باش عرف السيدة تبدلات كمل لي قلت لك يومين السيد كيجي للدار كيجيب المصروف كيقول لك انا كنعاونك انت وكنعاون فوجي هذوك الوليدات ولكن هو ما كانش يعاون فوجي الوليدات حيت كان داير علاقه مع المراه ديالي فهمت كان داير علاقه مع المراه حتى التليفون ديالها ما بقاش نشوف التليفون ديالها كتدسو عليا ديما اللي كيت في الودن ديالها نقول لها كيفاش راه ما بين المرأة والراجل بيناتهم الثقة علاش ما كتحطيش تليفون حدايا هادي شحال كنتي تحطي التليفون حدايا دابا ما بقيتيش تحطي التليفون وحتى هي ناعسة في بيت وانا كنعس في بيت كما راه حنا جيران تبدلات بزاف وكي كيجي كيجبد الفلوس وبدي يحسبهم حداها هكذا كيحسب فهمت راه عندي راني بعت كذا انا بعت قداره فعلت قداره هادي هي هاديك واحد الحيلة دارها حتى الولد ديالو جابو باش يدير ليتيد حدانا باش كيجيب الولد يدير ليتيد يدير الدعم الدراسي يعني شو عرفت ليتيد احنا انا من تحت اللي كنقولوا السوايع السوايع جاب الولد باش يدير السوايع حدانا باش هو كالولد ديالو كي كيمشي يدير السوايع هو كيجي يجي يقعد معايا في الدار كي كيجي يقعد السيد معنا في الدار ماشي كيقعد حدايا فراني كيقعد من جهة الباب أنفاس الكوزينة أنفاس واحد البيت هات عندنا السيد كان هضر معاه وغايب عليا واش قلت كنقول له أنا زعما كان هضر معاك وجهو يبان لي كيحمار كيتبدل عيني ديما مرشوبين على برا ما فهمش واش كيشوف حيت أنا ما كنتحركش حيت هادشي اللي لقى واحد الفرصة بأن واحد السيد ما كيتحركش مريض فرقنا هيا والإحساس ديالي كنحس بشي حاجة كاينة ما يمكنش حتى من السبيطار كيكون عندي الرونديفو تاع السبيطار كتقولي غادي نعيط لولده ولكن كتعيط له هو بذاته بشخصيته كتعيط له هو كيجي كيديني للسبيطار كنمشي نقضي هذاك الرونديفو ديالي وكذا منا كندوز كي كنبغي نرجع كنلقى حدايا كي داير ما نعرف يعني كيكون بعدياتهم اتصال هيا هي هذيك
السيد واحد المرة رقدت في السبيطار هنا باش نعرف الحقيقة بأنه في هذاك الشك ديالي ما كانش غالط كان بالصح هي وقعدت كنت راقد في السبيطار وجات لعندي وقت الزيارة جات لعندي وقت الزيارة حتى التليفون حدايا ومشات هي حسب التواليت واحد شوية كيصوني التليفون في الأول ما هزيتوش تا المرة الجاوزة كيصونا وثاني هزيت وكيهزيت هكذا التليفون قلت الو ولقى الصوت ديالو كيقول لها الو فلانة الو بقيت نقول هاد الصوت ما خافيش عليا هاد الصوت كيفاش وتمتم كتعيا هي جات قلت لها هذا السيد علاش كيعيط لك واش بينك وبينه قالت لك لا انا ودرت راسها بانها كتعيط له قالت لي لا راه قطع عليا وكذا من راه ما يمكنش راه غلط وهذه قلت لها كيفاش غلط والسيدة تلفات تلفات 100% السيدة قلت لك السيدة تبدلت عليا سبحان الله تقول هاد السيدة حطيت مرأة وجات مرأة أخرى ما بقاش تعقل عليا نهائيا حاشك حتى مضرب قد ضربني كتضربني بالسقول إحدى ولادي كتعيرني إحدى ولادي يوم من الحزام لتحت يوم من الهدرة الطايحة حتى من الولد ديالي ما بقاش يحترمني حتى من الولد ديالي كي كنقول لولدي جيب لي شي حاجة ما كيبغي حيت كي كيشوف الأم ديالو ما كتحترمنيش توا ما بقاش يحترم كيسي كتعيرني حتى كنقول عطيني حقي أنا رجعتني حقي شرح عند الله كتقول لك واه عند الله يعطيك هذا الشرح انا ما عطيتش وكطيح لي الهضره كتقول لي الا بغيت شي حاجه خلصني عطيني الفلوس ولا خرج برا دبر على راسك قلت لها كيفاش انا في الحاله وكنخرج غير برا كتخافيش الله كتعرفيش بينك وبين الله واه وكي كتهز كيكون هكذا في الكوزينه كتقول له هاك عقل الكلب ياكل ولا شي بزاف يجي انا كنكون هو ها هو لمن تقول له عقل الكلب ياكل عليا انا يا زعما انا لمن تقولها لولادك ولا ليه هو لي لا لولادي الولد ديالك كي كان يجي وقت العشاء كتحط لي شويه كتحط لي في الطبسي كتقول له عقل الكلب ياكل هاك عطي له هيا وتعاير فيا وما تخلي ما تقول وما كذبش عليك ديما كنسخط عليها كنقول الله يسخط عليك يسخط عليك دنيا واخره هادشي اللي حيت انايا المشكل ما عندي فين نمشي حيت الوالده ديالي مسكينه ما كذبش عليك فقيره واحد الدرجه ما لا تتصور راه حد الان اقسم بالله العظيم الا تعشينا ما كنتغداو الا تغدينا ما كنتغداو إلا ما أنت كما كنت عشاو راك كريم غير في واحد البيت كنت غير في واحد البيت والوالدة ديالي الكبيرة عندها خجي 65 عام وراها خدمة في 500 درهم في الشهر واش كتتخلص بها الكرياء ولا تخلص بها الظلمة ولا ما لا إلا محمد رسول الله والحمد لله بنادمي كطل الحمد وصافي اللهم لك الحمد هذاك السيد تناقشت انا وياه جا واحد النهار عندي للدار قلت له شوف الله يرحمه ما تعاودش تجي لعندي والولد ديالي كان حاضر قال لي واش انا دارك يا خويا وهذيك اختي قلت له ما كان اخويا لا اختي عطيني تيس الله يرحم والديك ما نعاودش نشوفك مرتك عندي هنا في الدار صافي من هذيك الوقيته مشى وكان صوني عليا وما كان بغيش رد عليه والمرة كنقول له شوف المرة يا السيد ما يبقاش يصوني عليا يعطيني اتساع صافي هو كان ديجا هو كان في سبليون ومشى على سبليون يمشى انا باش نعرف بان السيد رفيع الان كانت بيناتهم علاقة 100% كي جا ضرب 3 سنين وكي جا من سبليون
سمع بأنني راه المرأة طلقاتني، جرت عليا يا خويا بادر في رمضان، في تالي في رمضان جرت عليا في رمضان، كانت باقية كما نقولوا ثلاث سوايع باش تصوني باش نفطروا. جات معمدة عليا، جات لعندي شداتني ميدي، لوات لي يدي، حيدات لي التليفون، حيت هذاك التليفون هو الدليل اللي كان عندي، حيت كنت مسجل لها صوت وصورة، أي حاجة اللي كانت ديرو معايا كنت مسجلها. حيت المشكلة أنا كي كنهضر مع خالتي كي كنقول لها واش كاين، كتقولي لا ما يمكنش، المرأة ديالك راه مرأة صحيتية، كي كيكونوا الناس وكي كيكونوا الآخر ما كتبينش، كتبين كدير راسها سهلة، تقول هاد السيدة سبحان الله ما دير حتى شي حاجة، غير كيخرجوا الناس صافي كتبدل، حيت كتسيف عليا سبحان الله. حتى من الجمعيات، حتى واحد الجمعية كانت تعاوننا، ما كان خصنا خير الحمد لله، كانت تعاوني كتعطيك فلوس ولا كتعطيك شي حاجة، وكنعطيها كنقولها هاك راه ما بيناتناش حنا انا وياك ما عليناش. السيد مشى لصبريون، كي جا بقى يدبر عليا، لقاني راه طلقاتني المرأة. درت لي اخويا درت لي واحد الحيلة باش طلقاتني، لا إلا محمد رسول الله. حتى من القاضي ما شافنيش، هي دارت المحامي، دارت لهم بأنني أنا اللي سامح فيها، حيث أنا ما كان عندي لا كرسي متحرك، ما كان الوليدة كبيرة، ما كتقدرش، ما عندي الخوت، ما كانيش اللي عاونوني باش يمشيوا معايا، ما كانش شي واحد اللي يوقف معايا اللي يمشي معايا المحكمة ولا يهزني ولا تطلقك. كنت عارفة بأن جات طلقك؟ جاتني استيداع. قلتي خرجتك في رمضان، ديك الساعة خرجتي عاد بداتي تطلق. خرجت من رمضان صافي، بدات الإجراءات تاع الطلاق. هاي بدات الإجراءات تاع الطلاق. وكانت تعطيني لاداط غالطة، كما نقولوا اليوم عندي الجلسان تاع المحامي، الجلسان تاع القاضي تاع الطلاق. كتعطيهاني قبل، يعني انا عندي غدا، ولكن كتقولي لا ما عندكش غدا، راه فاتتك الحال، يعني باش ما يمشيش، فهمت؟ يعني باش ما يمشيش. هيا السيد جاي يدبر عليا باش يطلب مني السماح. هاد السيد جاب المرأة ديالو وجاب ولادو جاي يدبروا عليا، حتى لقاوني. جا عندي وبقى يبوس لي راسي، قال لي انا كنت نشوفك في هذيك الوضعيه قدام مريض، وسبحان الله تقول دايرت لي هذه المره شي حاجه غير تبعها، ما كنعرفش واش راني ندير. ما تعرف ليك قال لي انا 4 سنين وانا معاها، قال لي كنت نعطيها الفلوس، كنت اي حاجه كنت نعطيها لها. بقيت نشوف، كنت بقيت مصدوم. هي كانت مرأة مرتو ومراته حاضره ولادو حاضرين، حيت المرأة ديالو قالت له لا بغيتني نبقى معاك. تطلب منه السماحة. يطلب منه السماحة. وجا طلب مني السماحة ودمنا ونزيدك. عرفني على واحد السيد، حيت هذاك السيد تعرفوا بعضياتهم، حتى هو كان مع المرأة ديالي. كان داير معاه علاقة. هاد السيد تا هو جا طلب مني جا دبر عليا وطلب مني السماح، تا هو جا طلب مني السماحة. راجل اخر عاوتاني. كاين حداك شي حد واقيلا ياك؟ يعني الوالدة ديالي. كمل. قلت لك جا طلب مني السماحة. قال لي عام ونص وانا معاه عاوتاني. كاين هاد الراجل كيمشى، هاد السيد كيمشى لصبليون، درت علاقة مع واحد السيد اخر. فهمت اخويا بدر؟ كل درت علاقة مع درت معها علاقة أخرى، حيت أنا اللي كانت غادية للخدمة وتلاقاتو في الطريق.
وصلها في الطوموبيل قال لها واش انت واش عندك شي ماشي واش مجوزها ولا مطلقه ولا هذه. قالت له شوف انا عندي الاولاد وما مجوزهاش راه عندي واحد وعندي خويا في الدار انا. قالت له بانني انا خوها فهمت حيت هذا الشيء كوشي هو قالها لي. قال لي واش كان واش كان واش كان. قال يا خويا نطلب منك السماحه راه عام ونص ويا معايا هاد السيده راه خلاتني كنت نعطيها الفلوس باش دير لك التحليلات وانا ما كنتش عارفه بانها المراه ديالك. انا كنت نعرفها بانها اختك كانت تقول لي خويا خويا. ايوا الحمد لله هادشي اللي كان وانا تقريبا قلت لك عليه 10 سنين 10 سنين وانا كنتالم في الصمت 10 سنين ماشي في الزنقه كي دايره كنبغي غير نشوف غير الشمس ما كنقدرش حيت انا خصني كرسي بغيت شي كرسي متحرك وبغيت يوقف معايا حيت انا العلاج حيت انا حاس براسي كنتعالج عندي العلاج حيت انا انا ساكن نقول لك فين ساكن انا ساكن في مدينه وجده وحتى الاطباء هما سبابي كاع. النهار الاول كيدخلت للسبيطار داروا لي خطا طبي. النهار اللي دخلت لعندهم مشيت عندهم برجلية كنتمشى قالوا لي فيك الروماتيس فيك واحد النوع تاع الاس بي ا اللي كيعرف غادي المشاهدين يسمعوا هذا النوع تاع الروماتيز. قالوا لي راه فيك راه 7 سنين ولكن هما كيدبوا لي ليباري ديال هذا المرض ولكن ما فياش هذا المرض فيا كما نقولوا فيا نقص تاع الفوسفور. هيا واحد المرة كي خرج طلع لبقيت نبكي بحال هذاك شي واحد راه محبوس وبدا منا لا محمود راسو حيت المشكلة حتى الهضرة ديالي ما بقيتش نتخلط مع الناس ما بقيت نخرج 10 سنين واحد ما كيخرج راه ما كان ما عندي مع من نهضر ما عندي مع من نتكلم ما عندي لا محمد رسول الله. بقى فيه بزاف والله يبقى فيه. كنت شويه كنت نتونس مع الولاد ديالي دابا لا دابا غير بوحدي 24 ساعه على 24 ساعه غير بوحدي. الوالده مسكينه كتمشي تخدم كي كتجي عيانه كتحط لي هذاك اللي قسم الله كناكلو وكترقد. والله الا بقى فيا قسم انا ما نكتبش عليك اخويا باغي نتعالج باغي نوض باغي نخدم حيت راني عاد صغير ماشي كبير راه عندي 41 عام في اللاج ديالي. بغيت انا اللي يسمعني يساعدني حيت المرض ديالي حاس بأنني اللي غادي نبرا باغي حتى الهضره ديالي ما بقيتش تنعرف تنهضر واش راني نخرج واش راني نقول واش هادي حتى 10 سنين ماشي ساهل الواحد غير محبوس. انت هو يا بدر تسمعك والله لا 10 سنين عشر سنين ماشي ساهلة. شوفي وقت كورونا أنا اللي كانت كورونا الناس ما كتخرجش يومين ولا ثلاث أيام تبغي تهبل وواحد عشر سنين شفتني اسم ردود تسمح فيك راك ترى بغيت نخرج ترى بغيت أنا عندي واحد الإنسان واحد السيد الله يجازيه بخير جاب لي واحد الكرسي متحرك ديال الضوء ولكن ما بقاش يشد لي لا شارج حيت خصني باتريات وهذوك كل استغفر الله العظيم 10 سنين
يكبر عيالكم انا بغيت بغيت يخرج بغيت يشوف الناس حتى الاطباء كان عندي واحد كانت عندي واحد الفيزيت هذه في شهر 7 والله ما كانوش عندي تا باش ندير التحليلات وسمحت فيهم والله العظيم حيت ما عنديش عندي الله سبحانه تمنى الله يسخر لي شي حد لي يوقف معايا والله العظيم انا عندي على الكرسي راه خصني غير الباتريات والباتريات راه اخويا بدر غاليين ما عنديش واحد الحاله ضعيفه تراني ساكن غير في واحد البيت غير مع الوالده ما عندهاش مسكينه والحالة ليلى لا يرسلها انا كنحس براسي بحال راني الله يرحمه هذاك ريان اللي كان يتسنى لي نخدوه راني بحالو هكا داير كنحس براسي راني في واحد البير غارق كنطلب الله يش واحد يرمي لي شي حبل ويهزني 10 سنين تاع الحريق وعشر سنين تاع المعاناة ربي راه عطيني واحد الصبر الحمد لله الحمد لله كنصلي صلاتي في الوقت كنسبح حتى كثرت ما بقيت ما بقيت نسبح حتى بقيت نحلم راسي كنتمشى وكنسبح واحد مرة واخويا باط الله ماني كذب عليك سبحان الله جاتني واحد الرؤية من عند الله سبحانه الناس قاع كيعطوهم الجوائز وانا عطوني سبحة وعلقوها لي في العنق ديالي وفرحان وكنتمشى وكنسبح كيما كنحلم راسي كنتمشى انا نتمنى من الله شي حد لي يعاوننا بهاد المحنة راني فيها حيت انا يهتينا في المدينه وجدانا يا بلي الاطباء ما كاينينش ما نعرف كل شيء بارطاج القصه ديالو عافاكم كيعطوك الرونديفو انت التحليلات ولا ديال كيعطوك عام كنقول عام كيقول لك ما عندنا ما نديرو لك وهما سبابي كاع اللي راني فيه حتى والله العظيم راني نكتب عليك اخويا بدر حتى من الجمجمه ديالي راه تحرقني قلعوا لي واحد العظم من الراس باش يديروا لي التحليلات وفتالي ما لقاو فيها حتى شي حاجه كما نقولوا كيلعبوا في الجسم تاع الانسان غير اللي كيشكوا كيقول لك انا نقلعوا لك هادي كما ليلى محمد رسول الله خويا احمد فريمون القصه ديالك انا بصراحه ماشي اثرت فيها شي حاجه اكثر من اثرات ولكن حاجه زوينه انكم تفائل عجبني الحال والله عجبني الحال انك مازال متشبات ومازال عندك ثقتك في الله لا مشبت بالحياة انا بغيت نوقف على رجلي فهمت انا بغيت حتى انا ما بغيتش حتى انا بقيت غير في كرسي متحرك غير الحريق كما نقول غير الحريق ما يبقاش كما هو فهمت حيت كي كنت قاعد وغير شي واحد يجي غير درسي غير الدرس كتحرقو وانا 10 سنين تاع الحريق ما كتصور شنو هي 10 حتى من الجبهة ديالي وكي كنخدش فيها كما هكذا الحريق العظيم راه فيا ومع ذلك الحمد لله ربي عطاني هذا الابتلاء اللهم لك الحمد تبغي دير الكاميرا توري الناس فين عاهية شي حاجة انا معك اي حاجة بغيتي ديرها راني طافي الضوء الوالدة ناسا والله لا أتعامل بالله ولا المقلة باش نطيبوا بها والله بعدنا عندنا هي صغيرة كنت شوفها والله ما تقدر تاكل فيها لقريها ونعاها بعفاكو وخا خويا أحمد
شتي الا بغيتي قاعد نصيفط لك التصاور ديال التصاوري التصاور ديالي نصيفط لخويا صافي ماشي مشكل تبغي نفسي وصبحه 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 الله اقسم بالله العظيم النهار اللي مرت ربي عطاني واحد النهار الحمد لله ربي نورني اقسم بالله العظيم واخا تبغي نكتب الرقم ديالك دابا في اللايف ماشي مشكل ماشي مشكل شنو الحاجه ما كرهتش انا لشي واحد اللي يسكن هو وامه ويتكلف بالعلاج ديالو يديه للطبيب ويعاونو يتعالج ويتكلف به شي اسره ديه هي وامه ولا يتكلفوا به ويوقفوا معاه يتعالج يديوه من المدينه اللي فيها الاطباء تنتمنى ماشي اللي تيسفروا واخا افتح خويا احمد افتح الرقم ديالك 06 46 44 كلشي قيد في الكومنت راه فاك 62 18 عافاكم قيدوا الرقم ديالو 00 هانتوما نقولكم شويه 00 212 هانتوما 00 عافاك لي كومونتير كلشي قيد الرقم ديالو انا غادي نفتح بشويه 00 112 64 44 44 44 62 62 18 00 112 64 44 62 18 00 112 64 44 62 18 واللي داخل المغرب 06 46 44 62 18 اللي قادر انه يعاونو هذا الرقم ديالو راه فيه الواتساب فيه تابل ياك تابل العادية هاي فيه كلشي اللي قادر يعاونو عافاك لي كومونتير كلشي كومونتير عافاك كلشي كتب الرقم ديالو عافاكم لان انا براسي مبلوكي لي كومونتير باش يطلعوا للناس عافاكم انتما كلشي قيد الرقم لعل وعسى عافاك كل سبب كيما يتعاون هاد السيد انا كتبقى فيها غير الوالده ديالي واخا الوالده واش مسكينه كتخلص 500 درهم كتخلص بها الكريه والله ما كنلقاو باش نخلصوا لا ما لا كرا الماء والضو وزيد الماء وزيد المعيشة عاوتاني شي وقت والله العظيم والله كناكلوا الخبز يابس ان شاء الله ربي غادي يفاجئها الاخوان عافاكم طلب كلشي قيد فضل الحظ الرقم ديالو عافاكم كلشي في لي كومونتير حيت هما دو لي كومونتير عندي بلوكين انا لي كومونتير كاملين بلوكين 06 هانتوما 06 كلشي قيدتي صيفطها في خطره نحس انتوما قيدوها ونحسب واحد جوج ثلاثه ونصيفطوها كاملين في خطره عافاكم كلشي قيد هنا ياك كلشي قيده الله يرحم الوالدين فاش نقولوا نصيفطو نصيفطها كاملين في دقه 06 46 44 62 18 كلشي قيد عافاك هانتوما عاد نصيفطوها 06 46 44 62 18 هذا هو الرقم نحسب واحد واحد جوج ثلاثة ونصيفطوها واحد جوج ثلاثة عافاك كلشي صيفطها في لي كومونتير خويا احمد والله تا من قلبي تنتمنى ان حياتك تبدل وترجع حسن اخويا بعد اقسم بالله العظيم 10 سنين تاع الحريق 10 سنين ولكن الحمد لله اللي تجي من عند الله مرحبا بها هذا ابتلاء ربي عطاني عطاني هذا الابتلاء الحمد لله ما شاء الله بزاف ديال الناس كلشي تيدي معاك انا متاكد بانك تانتا غتعيط لي شي نهار وغتفرحني وغنلقى بان حياتك كلها تحسن وبلي حياتك تبدلات ان شاء الله وباذن الله حيت العظام ديالي ولاو يتلوطوا لداخل ولاو كي البلاستيك حيت الماده نتاع الفوسفور عافاك عافاك الناس يعيطوا تبلوك انا عافاكم لا شي انا عاود نعيط لها
عافاكم كلشي بارطاجي، راه بالبارطاج ديالكم باش يتعاونوا هاد الناس، راه ماشي انا، انا باين في الصوره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخو شنو قلت لي؟ قلت لك هاد الفوسفور اللي عندي راه كما نقولوا الا بقيت كما هكذا هادي العظمه دي العظمه دي بقاو يتهرسوا غير بحدهم. أري وصلت واحد الحالة لا يرد عليها، فهمت؟ والعظام ديالي واحد الحرق فيهم النار، يقول فيها النار لداخل، كتصور شنو هو الحريق. أنا ماشي غير عظم، راه قال الهيكل العظمي كامل من الراس حتى الرجلين راه كل شيء كيحرقني، حتى شي حاجة حتى من الدواء كنينة كديري 80 درهم والله ما كنلقى باش نشريها. واخا الاخوان دابا راه كلشي عنده الرقم.